السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبابي. كان سابقا قدمت حزمة فيديوهات بتتكلم عن هندسة سطح المكتب لنظام تشغيل ويندوز 10، واليوم رح نستكمل بهذه الحزمة الجميلة بحيث أنه نقدم سطح المكتب بأفضل صورة بتناسب طبيعتنا وهويتنا ونفسيتنا بالعموم. وهذه الأدوات بتشدني إلى العمل على جهاز الكمبيوتر بطريقة أفضل. وأيضا هذه الواجهات رح نقوم بتصميم مشاريع احترافية في برنامج باوربوينت بمحاكاته أساسا، فأنتم محتاجين تتدربوا معي على هذه الأدوات لحتى نقدر بالمراحل أو بالأيام الجاية إن شاء الله وتعالى نقدم سلسلة تصميم مشاريع احترافية في برنامج باوربوينت بمحاكاته هذه الواجهات. بداية قبل ما نبدأ بلقائنا اليوم، تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. أحبابي بالله رح نبدأ بالعمل مباشرة. الخطوات الأولى رح نقوم بإخفاء كل شيء على سطح المكتب، يعني رح أنقر باليمين وبتوجه إلى فيو ومنختار Show Desktop Icons، أقوم بإخفاء أيقونات سطح المكتب. وبنفس الخطوات كمان بتوجه إلى شريط المهام، أنقر بمفتاح الموس الأيمن وبتوجه إلى إعدادات شريط المهام، ورح نعطي إخفاء تلقائي إلى شريط المهام ونقوم بإغلاق النافذة. الخطوة الثانية، أنا رح أترككم في صندوق الوصف كل الروابط اللي احنا محتاجينها. رح نقوم أول شيء بتحميل وتثبيت برنامج النكسز، أنقر على مفتاح الداونلود لحتى نبدأ بتحميل البرنامج. خلني أختار إلى التنزيلات، أعطي أوبن ومن ثم داونلود. ومن ثم رح نقوم أيضا بتحميل برنامج لين ميتر، رح أنقر فقط على مفتاح الداونلود لحتى نبدأ أيضا بتحميله أيضا نفس المجلد. وأنا مجهز لكم مجلدات فيها الثيمات وفيها الأيقونات، فكمان أنقر على الرابط حتى يوجهني إلى الميديا فاير، وأنقر على مفتاح الداونلود وأعطي كمان داونلود، وبتوجه إلى آخر رابط عندي كمان للأيقونات والنسخة الاحتياطية، كمان أنقر على مفتاح الداونلود وأعطي داونلود. والآن بعد ما قمنا بتحميل البرنامجين مع المجلدات المضغوطة يلي بتحتضن الملفات، رح نتوجه إلى مجلد داونلود ونبدأ بالعمل مباشرة. رح نتوجه أول شيء إلى برنامج النكسز، أقوم بفك الضغط عنه، أنقر باليمين وبعطي Extract to Nexus، أفك الضغط على البرنامج وأفتح المجلد وأقوم بتثبيت البرنامج بخطوات جدا بسيطة. نعطي Yes، أفعل I Accept ومن ثم Next ومن ثم نيكست ومن ثم نيكست ومن ثم انستول. بعد ما انتهى معنا اضغط مفتاح الفينيش واخلي البرنامج يبدا بالعمل مباشره. ممتاز جدا لحد الان. راح ارجع خطوه للخلف، تمام، وببدا بالعمل الان على موضوع النسخة الاحتياطية أو الستايل العام لشريط الاختصارات النكسز وأيضا الأيقونات. نتوجه الآن إلى ملف الدوك أيكونز أي لي الأيقونات مع النسخة الاحتياطية، وكمان بقوم بفك الضغط بالنقر باليمين ونختار Extract to Dock Icons and Backup. بنشغل المجلد، رح نشوف أنه عندي بداخل المجلد بعض الأيقونات وعندي ملف لازم نحدثه بداخل برنامج النكسز. لهيك بجي إلى برنامج النكسز اللي هو الآن أساسا نشتغل معنا مثل ما أنا شايفين. رح ننقر باليمين ونتوجه إلى التفضيلات لحتى يفتح معي واجهة البرنامج مثل ما أنا شايفين. طبعا إذا كانت اللغة العربية الآن هي الافتراضية مأخوذة وطلعت لك المحارف مثل ما أنا شايفين مش مقروء منها شيء، رح نجي أول شيء إلى اللانجويج ونغيرها إلى اللغة الإنجليزية ونعطي أبلاي. ممتاز، رح أتوجه إلى تبويب الأدفانست ونبدأ بالنقر على مفتاح الريستور. رح نتوجه إلى الداونلود عشان نحدد المكان، هذا هو الداونلود، وبجي على المجلد النسخة الاحتياطية وبقوم بإضافة هذا الملف ونعطي أبلاي وثم أوكي. منشوف الآن أن المجلد تحدث معي بطريقة جميلة، لكن في عندي بعض الأشكاليات بالأيقونات، نعطي موافق. طبعا المجلد تم إضافته بطريقة جميلة عشان ما تتعذبوا به إطلاقا. لضبط الأيقونات وتغيير الأيقونات رح ننقر باليمين ونتوجه إلى الخيار الخاص بالدوك إنتري بربراتيس، وعندي Change Icon لتغيير الأيقونة، وبنعطي بروز استعراض. طبعا رح نحدد المكان يلي فيه الداونلود ويلي فيه مجلد الأيقونات ونبدأ بتحديد أول أيقونة ولتكن قائمة ابدأ، أعطي أوكي ومن ثم أوكي ومن ثم أوكي. ممتاز، رح نشوف أنه تحدثت معي مباشرة. رح ننقر باليمين وهنا بيعطيني اختصار لجهاز الكمبيوتر، فبنقر باليمين وبجي لنفس الخيار
بعطي تشينج ايكون وايضا بروز من نفس المكان اللي هو الداونلود بنفس المجلد. رح نبحث عن ايقونة جهاز الكمبيوتر، نعطي موافق او نعطي اوكي ومن ثم اوكي. الآن خليني أنا بس نضيف طابع جديد، يعني رح نظهر أيقونات سطح المكتب. ربما يكون في عندي After Effect، عندي Adobe Premiere، عندي Adobe Edition، Illustrator، عندي OBS، عندي من البرامج الهامة PowerPoint والإكسل، تمام، وبرنامج الكليك، تمام. بعد ما أقوم بالتحديد بنقر مع السحب عشان أضيف في موضع معين على الشريط ويعمل اللينك مباشرة. برجع بنقر باليمين ومن فيو بنعطي شو ديسكتوب ايكونز واقوم باخفاء ايقونات سطح المكتب. طبعا بهذا الشكل اصبح الشريط عندي جاهز وكل اضافاتي موجودة على الشريط، سواء كانت الايقونات الموجودة ضمن السكين او الستايل العام اللي ارسلت لكم ايام، او اذا تحب تضيف ايقوناتك اصبح الموضوع جميل وجاهز. الان كل ما هو عليك اذا حبيت تعمل بعض التخصيص للمساحات راح انقر باليمين على اي مكان، بنتوجه الى نيكسز ومن ثم بنختار منها بروبرتيز هي الخصائص، ومنشوف المكان او التبويب الخاص اللي بيعبر طبعا هذا البوزيشن هذا الموقع، تمام. ممكن تشوف الاماكن، يعني تشوف الاعداد كامله عشان تغير بالطريقه يلي بتناسبك. ممكن هون نختار سمول اي يكون عندي الحجم اقل، نعطي أبلاي يعني صغرنا الأيقونات بما يتناسب. ممتاز، هذا كتخصيص كامل حصلنا عليه بالشريط. الان رح نتوجه الى مجلدنا اللي هي داونلود. بعد ما تعاملنا مع النيكسز شريط الاختصارات وركبنا عليه النسخة الاحتياطية والأيقونات، بقي معي الآن برنامج رين ميتر. أقوم بتشغيل البرنامج حتى نبدأ بالتنصيب، نعطي أوكي ومن ثم نيكست ومن ثم انستول ونعطي يس، ومن ثم ننقر على المفتاح الفينيش لحتى يشتغل معي البرنامج بشكل الافتراضي مثل ما أنا شايفين. خلنا نصغر مشان نشوف الإضافات. أقوم بإغلاق كل هذه الإضافات بداية، أقوم بإغلاقها لأن هي عبارة عن إضافات افتراضية تقوم بالعمل مع البرنامج. رح نتوجه إلى مجلد الداونلود مرة تانية، وعندي الثيمات بمجلد خاص، أنقر باليمين ونقوم بعملية فك الضغط عن هذا المجلد. رح نتوجه إلى داخل المجلد ونشوف شو محضرين معنا اليوم. الخطوة الأولى هي موضوع تعيين خلفية الشاشة، أنقر باليمين ومنختار شو منختار ست الديسكتوب باك جراوند لحتى تعين معي الصورة كخلفية شاشة بدقة عالية وصورة جميلة للغاية، ممتاز. هذا أولا. تاني شيء عندي هذه الإضافة هذه السكن، أقوم أيضا بتثبيته وأنقر مفتاح الانستول لحتى أثبت الإضافة إلى برنامج رين ميتر، ممتاز. عندي أيضا، خلني أقوم بالإغلاق أول شيء، رح نقوم بنسخ هذا المجلد، بختار كابي وبنتوجه إلى الديكيومنت ومنفوت إلى مجلد رين ميتر ومنفوت إلى السكينز وننقر باليمين وبنختار بيست. رح نختار الخيار الأول لاستبدال الملفات، بعطي هون سكيب ومن ثم سكيب وبيكون أموري أصبحت جاهزة 100%. طبعا بيكون حصلنا على الإضافة مثل ما أنا شايفين بهذا المظهر، فممكن احنا نتوجه إلى الشريط العلامات، وعندي هذه الإضافة هي رين ميتر، رح أقوم بتشغيلها مثل ما أنا شايفين ومنعطي ريفرش أول أي تحديث الكل، بيكون تحدثت معاي الإضافات إلى الشكل الجميل اللي احنا شايفينه. وممكن تعمل تخصيص كامل لكل ما ترغب بإعدادات رين ميتر، رح نتكلم عنها بالأيام الجاية إن شاء الله. لحتى ما أطيل عليكم، كان سبق وتكلمت عن كيفية التخصيص لكل إضافات اللي تجي معنا مع رين ميتر وكيفية التعامل مع كل واحدة. ممكن تتابعوا الفيديوهات السابقة وتستفادوا منها، هي الأدوات والخيارات نفسها. رح أقوم بإغلاق هذه الإضافة ونختار المؤشر الساعة بسحبه إلى مكان معين لحتى يظهر لي الآن سطح المكتب بطريقة احترافية. بقي معي فقط موضوع طريقة عرض التوقيت، بتحبي نظام 12 أو نظام 24؟ على العموم بإمكانك أنك تغير بالطريقة بتناسبك. بتوجه إلى اختيار عنوان الإضافة وبتوجه إلى السيتينج وبجي إلى السيتينج، تمام. وعندي الكلاب بنظام 12 ممكن نفعلها ونختار جلوز، فمنشوف تم تفعيل الساعة بهذا التوقيت، وبيكون بهذا الشكل حصلنا على واجهة
نظام تشغيل ويندوز 10، وأيضا بإمكانك تضيفها على ويندوز 11 بطريقة جميلة وبسيطة واحترافية مثل ما شايفين. ممكن تضع الإيميل، رابط الإيميل، إنستغرام، الفيسبوك، هذه لعرض السوشيال ميديا بالعموم. وأيضا من خلال هذه الجماليات اللي حصلنا عليها إن شاء الله تعالى رح نصمم مشروع متكامل في باوربوينت بواجهة برنامج رين ميتر أو ستايلات أو ثيمات ويندوز 10 بالعموم. إذا أعجبكم هذا المحتوى وحابين أن أقدم لكم المزيد من هذه الأدوات والإضافات والأفكار، فتكلموا، لا تنسوني من التفاعل والدعم، وترزوا عني كل خير، ودمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.